إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوح وكبر أبمي كتابك العربية بين يديك جزك اللبات حاشد بقول إيو سقالي أفرتم أصوات وعضد سلو وقلنا وقعر يدا قار كمدا أيو تلمامي همزة تال وصل والقطع لبدا همزو من رأى همزة الوصل من همزة القطع لو قودة أين وحكت الماما النابول استمع دقيسو واللاحظ ولبا أفرسو أو روح همزة القطع همزة الله إله هي الهمزة وهمزة التي تنطق همزة سي الله قهضلو في بدء الكلام حدي هذا الكبير ويس أي قشو أي كلمة يدو أهر رئيسو إيو وفي وسلي هذا الكهدي الحريريو أو مثلاً لحظة أي كشو لبضوا إيضا والا أغرياء والا قهض الله ويجب وحنا واجب رسمها إن لقره دائماً هذه قره والا قره إيضا لمحدفه هذا الكهر ألف يبقى وإن قره نبضى قيبوت ألف هو همزة وصل بعدنا هو همزة قطع همزة الوصل وحا كمدا اجلس فريسو انظر إيك اكتب قر استيقظ توس مالفهر دولة كتوسيسو استمر جوكتي استمع دقيسو ويؤبرا مركا ساعة كلمة وقوه ريسوا الله قلنا واقع همس الوصلقة مركا هذا لك حق هروا حق الصوق لانا والله ترابا واجلس بلوفين سوا يسلا يدي واجلس فريسو وانظر ايك فاكتب قر ثم استيقظ توس واستمر جوكتي واستمع دقيسو كلك حق هروا اي حرفك الصوق لانا لما اخري وانا قرانتها لما اخري همس القدر حوي أجلس وان فريسانيا أنظر وان إيقيا أكتب وان قريا أستيقظ وان توسيا أستمر وان شوكتينيا أستمع وان لقيسانيا هذه حق هرالك صغر على الله من وأجلس وان فريسانيا وأنظر وان إيقيا فأكتب وان قريا ثم أستيقظ وان توسيا وأستمر وان شوكتينيا وأستمع وان لقيسانيا إذا مروا البواء الأخرياء هذا ملاحظة نحوية إما كان حوية ملعس يضيمه حاجة نحوض الله حريرة قول إيجيو محوها قيب نحوض كمدة النعت أو السفة النعت تلمانتا أو السفة أما تلمان لبلا إروا يسكم عنه هذا النعت تلمانتو مركا شيلة تلمام يلو قل عربيد يا حاجة نحوض أنا أي تهي أو السفة أما أما تلمان بده التابع واضب الجل وإر إر الراعة وإر كرد بصعودة وأرجع وتبغى صعود المامية الذي تبغى لها يتبغى صعودها أو يصف المامية ما قبله ككهر رئي أيو تلمان يفافهن إعراضك بحنايا ويتبعه وحنكرعة في إعرابه إعراب تقولي هنا وكرعة موصوفها قل إلى هذا كهر كلا المامية أما من عطبة لا كلا المامية تبعنا كإعراب تسوقاتها ودرس برا واللاحد أفرسه واحد وحوين أعتقد وحن أنو من سنة هاي أنك أدو إني هاي طالبة أرضيات بات هاي أرضيات داسو جديدة عصب مركا أرغن جديدة ونعتي وحو تلماما يا أرضياتا دبادنا عرابتي سو يالنا ياوي قدنانا يان لبضوا وحكم إذا اتنين هل درست اللغة العربية مبدغتي أو مبرتي لغة عربية اللغة واكلة تلماما يو لغة داسو العربية لغة عربية العربية أرجع سوحة المامة يا لغة عربتي سو يعني أما كل واحد ويكردبين كل بكره العربت اللي يكنتم بقاتها ثلاثة لماذا تدرسينها محاضو برهن يا لغة عربية مرة ثانية مرة بعد هذا مرة صار لقتي أرجع مرة واكلة المامة يو مرة ثانية واكلة واحدة المامة يا هذا صار لقتي مرة وقتي محاضو دقيسا مرة وقتي وقتي قاسوا ثانية مرة لبعضها مركز ثانية واحد تمام مرة عرفت اللي تبندق قاضي نساء
أربعة هناك تدريبات صوتية وحال كان كتيرة يعني توبرها حق عدك أو لغو توبر أيو سيد الله قد واقع حروفته هي كلمة ذها أيها كتيرة تدريبات وكيلة المامي أو تدريبات كي يتوبرك وحف فربض مقرى إما كما حال لغو توبر أيها حق سيد الله قد واقع قافك يطاعد أيها حاذي أريضا لمدك أيها كلمة ذهب خمسة احفظي وحر حفظة جزءا قيب من القرآن القرآن كم ذا قرآن كي الكريمي أشرفت بضنا الكريم واتلمان قرآن كي تلمان ميسا قرآن كو هوست بيهي الكريم هو هوست بيهي سعرفت قرآية ستة احفظي وحر حفظة بعض الأحاديث إن كم ذا أحاديث النبوية نبي لقو ولي النبي قال له نسبي هذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام يا حديثي النبوية واتلمان أحاديثي تلماميسا دوادهدنا الأحاديث ويهوصد بانتهي النبوية ويهوصد بانتهي سبعة هذه تاني نصيحة واتر تلاداسو مفيدة فائدة له وفائدة بدل له مفيدة واتلمان نصيحة تلماميسا نصيحة ويهوصدنتهي مفيدة ويهوصدنانيسا لنوه الرعيسا ثمانية هذا كان قد قدار واترين ترين كاسو سريعون ليرينيا مركان سريعون واحد تلماميسا qitaarka oo tareenka kor haday tilmaamayso ciraabta isku mid bay ka noqonayaan ka dambay ka hor u raaciya labadaba imi ku way godan yihiin tadriib imi kana waa laylis dac waxa digtaa khatan xariiq mari tahta naati ereyga naatiga ah xariiq mari wadbudhu waxa ku koobta bi shakli wali xarake si loo garto inaad fahamtay in kale xarakada muuji ciraabta hal gartay kama filmitaal sadu salaan ku muujinay waahid ستجد واحد هري دونتا العمل الشقذا شقذا سو المناسبة كوهبون مرك العمل وقلة المامي المناسبة وقوه المامي نعتقى عرابتنا سكمل بين قنايم اثنين مراحل التعليم هيرركا هي حلية وحبرشو في كثير من الدول العربية إن بضن أو كم الدول لها عربات وحبرشة قيبها وحبرشة ذو أربع وأفر وابتدائية إعدادية يثانوية هي الجامعة مرحلة الجامعية أفر تاسو كل قرية دوكس هوس دوكس بحر دوكس سرية جامعات إن بدنو كم إذا أنت هسا لو كل قريبية ما حني مكوجة جدنا وحن من الدول دولها دولها سو العربية تي كو عربية ذا مركز العربية تي واحد تمام يسا دولة ذا دولة ده هنا وهاست وانتهي العربية تلو هاست دولان سايدونا ثلاثة يلتحق واحد جرام الطلاب أرددو بالمرحلة الثانوية تي هركا سكن دريجة أي جلان ومركز دي صباحان متوسط كده ميستان مركز بالمرحلة تي ولا تلمامية مرحلة أي حلقة الثانوية تي مارتي سكن دريجة أما قريب طلبات مركز لقى صباح تكسير هوسة ده أو إيش كحرن قريب طلبات تاسين قنيسة مركز الثانوية تي واحد تلمامية سام مرحلة ده مرحلة دوم الهوسة بنتهاي ثانوى الهوسة بيا أربعة كان ضوحة أحد حضارة المسلمين البحنمة دي مسلمين تو حضارة البحنمة أي أحد وقت جيه هري البحنمة ده صو عظيمة توين البحنمة هلا يا هذا مركز دكتو أقوال علمي أو مارتي هرمر أي جاران أي الله يا هذا هو البحرين مركز حضارة البحنمة إلى كان ضوح أي أحد حضارة المسلمين البحنمة دي مسلمين تو أي الهانشرين حضارة البحنمة عظيمة توين بهذا وقت جيه هري وضبط عالم كوجس الرئي بهاي مركز حضارة هو منعود كل التمامي عظيمة البحر ماذا صو عظيمة توين عظيمة نواة المانتي عرامته واسكرها عيان لابدوا بو يكر نبيهن خمسة هناك اختلافات هل كهو حكيترا كالدوانان كثيرة فربضا بين التعليم في الماضي وحبرسدي وقت جهرة تدكو يحبرين ترين يو الحاضر وقت قديمة تشوغة سيدا وحلو برتا آدبو كالدوانيهن مركا محاياتك اينو يالا اختلافات كالدوانان كالدوانان تاسو كثيرة بدن بالين كثيرة ونعتي اختلافات كيت الماميسا لبدو بو القدين عرابت يسكر راعيا ستة يتعلم الطالب أرد أبوه وحكبرتا إمك وقت كان لتشوغ في بيته قريه سيسكو تشوغ أي وحبرنايا عن طريق الشبكة وهو وحكبرنايا مريكتا أما الشبكة الدولية عالميقا الشبكة الدولية أو حنو قال انترنت لا إلهويا أيو وحكبرنايا يعني انترنت وحن لا إلهو معنى هذا بكرة فصله أفعرف وحوي شبكة دا مارسي هي مريكة إسكوحرن عالمي جاء دون خورن إسكوحرن مركا
الشبكة وكلا تلمامي الدولية وحوية محي واتلمانتي تبني عرابتك كل راعيسة تبني وح انترنتك أي قرية سكوب برانكرا وحك استوى الدنيا كتاب والبو وكهلي علم والبو وكهلي وحول والبو كتلان سبعة استفاد العرب عربت وحي كيف أيديستين دتك عربيت عفوا استفاد الغرب خير قلبيت كوي كيف أيديستين من العلوم أقانتي الإسلامية إسلام كأحيد إدينت إسلام كيدت كده كوصل أحيد إدت المسلمين تكتب عين كون خير قلبيت كيورو بيا مريكا ليلا وكيف أيديستين دبلنا علم جيبة قاتين وأنت نوى أي كيف هاي استعمل حل كيدي وهي حلية دي دحورن يقول دبلتوي ما كده عاي واحد صومره واحد العصور المظلمة حلية دي مدوبة صومره حلية دا مدوب إسلام كنا حلية دي افتين كيول وركاهي دبلنا علم جيبة إسلام خصوصا على وقتها إحسان إسلها إحساب الله أي قاتين دبلنا كوسليين البحنا ما أنت هيان فهم المصنوع وحوي هو حلية دقي سل فهمه شان معناه ذو حوي عشرات بولي كتاب خني تبعنا عشرات دا مثلا دقي استلوا قو انتحامية فأنت كيف فهمتي استمع دقي شو إلى الحوار وهذا الشيء كيس عشرات دخو دوبن ثم ضع واحد دقتا علامة الصواب علامة الصحة الصار ماشي صحة أو خطأ أما غلط صار علامة ماشي غلط كا ثم صحح الخطأ هل كانت غلط كسارتي صحة لا أدو شك هل هو أركي الصواب هذا بس صواب هل كانت كود قريت أنت وحي صحة وحي عاد صحدي وعاد صحدي وحي عاد قردي سلا سحر الله ركتو حلقة فقر واحد قدم ناصر نك ناصر ليلا وحي أوجد بيه أوراقه وراقه سي أقونسي إيه سي فيك وحن امك الليلا هذا شهدو ينكيسي وحي أي إلى كلية اللغة العربية تبو أوجد بيه كلية اللغة العربية لغو برتو أي أوجد بيه نك ليلا هذا ناصر اثنين قبل 300 طالب وحلا أقراضي صدح بقول أو أرضي في كلية اللغات كلية اللغات وحي قادتها صدح بقول أو أرضي ثلاثة اللغة الثانية لبعض اللغات الأردية أردية أهب تأردوغ الله يلاحظه يلاحظه هندية إيا باكستانية بانجلديشي وحيابها باريغا يقول الفارسية اللغة إيران فارسي الأورنجري من اللغات بكميتها اللغاتها التي تدرس تدرس لغو في كلية اللغات كلية ده اللغات وحا كتيرا لغو برتا لغوين كلية ده قاربا لغو برتا تا لغو برتا وحا كتيرا لغة أردوغ لا إله دو إيا اللغة الفارسية إيران تو أي كوها الله أربعة اختار ناصر اللغتين وحو دورت ناصر إنو برتو ربض اللغة دو إكراء العربية والسواحلية لغة عربية السواحلية أفريكان كوها الله خمسة الأم تفضل هو يدي واحد دور بليسا وأي تعشاي أن يلتحق ناصر ناصر إنه قره بكلية الآداب كلية دلقو برت آدابته مارتي آدابته أسي بدنا وسوغانته إيوه حلمتك أيا كلية الآداب ليلا تاسي أيه لك عشا إيدو وأن سوما الرئيوح لك على كلية إنجنيرك إنه برتو أووي لمن نقض إيه لك على إيدو تكلم إما كان هو هدل وإنه ولقا هدل إياه إما كنا بلنا تقول هذا شو حنا صومرني تدريب واحد تبادل الأسئلة والأجوبة إسوي درس ويديني ورعلين مع زميلك صاحبك بل إسوي درس سؤال يجواب ونشاط ثنائين مرك هذا صاحب أب وحويديسو وشقق لبجيسود أو لب أرضية مرة ونشاط نشاط الفريق ما ليه أو كحبة وذاكتة مرة نشاط ثنائي ولا بروح واحد ما لغتك الأولى بول لغة هذه كوباد ومحي لغة هذا كوباد والأم وقوس كوغري لغة هويوي واتي أهويدا كبرتي وضنك أقول راتي أكبرتي إلى هذا لغة كوباد حتى هذا يدل كاد أنا هنا يدل كلايت هاي ولغة أكبر بارتي وضنك أكبر بارتي أولي هاي كم لغة أدق رسمها وقرأت قام كم لغة تتحدث إما لغاتك هذا شاء أدق ما هي محيين كواتك هذا الشهر ثلاثة كم لغة يتحدثها الناس إما صلقوا ضدك كوها الله في بلدك وضدك إما صلقوا لك كوها الله أربعة ما لغة التعليم في بلدك اللغة وحبرشة الرسمية اللغة دكتور جامعة هي اسكولدو تلك هو اللغة دي وحلقها اللغة إن سوق رمي لك كوها الله لكن ما بقى ربطان لك كوها الله لكن اللغة الرسمية ودولدنا كوشا قيسو جامعة هي اسكولدو اللغة دكتور إني تران مركات اللغة
وحبرشو منهج كوكورين هي وام هي خمسة ما لغة السوق لغة السوق رواتن لغة السوق اللي جاها اللي هو الشارع والدوينكا وضد اللي جاها اللي ضدك إسكا عاليه عندكم يديك أكتين وام هي ودوحة جزي وقت فيها إنو حكوبة رنجرنا إنجليشة إنا في صومالي بقرنين أفو نص صومالي بوها وحبرشو إنجليش واحد مرنا عربي واحد أما الله وضعه مربي وضعه لو ذو اللي قوله ديكي مثلا أف صومالي وحلقوا ديكي أبقى أنو تشرين وفرنا أنا قرنين مالك واحد شراء يعني لو قضى التعليم شقه ده يد دولة يوي كلا بدن لان كانت تسوق لكي هل ليا هذا يقار بدن يهينا وحاليا يكرت المدعون وحلقوا برتو ستة متى بدأت متى بدأتها قوارماد بلابتها أدوغو تعلم اللغة العربية إن اللغة العربية براتو قوارماد بلابتها سبعة كم سنة درست العربية إمي سنة دقنيسي لغة عربية ثمانية لماذا تتعلم العربية أف عربية محاضو برنيسا تدريب تاني ناقش والكردود أو كرشي كيسو مع زملائك صاحب الله المشكلات دباتوينك التي دباتوينك تقابلونها الله كورانتان إن كهري ماذا مارتي مركة في تعلم العربية أف برنيسا لغة العربية نشاط الفريق كوح باكا قيب قادر نسا إمكا لبقف ما هي سؤال أما نراه النقاش كان يوضع دوتن يوشي كيسي كان. واحد مشكلات في الكلام لباتين واحد شرمان خلينا تكون هذا صدع وهذا اللقطة كقول لبات أبا كلام اثنين مشكلات في الاستماع قارنوا ومركة دقيسين سوء وحلقية ومركة اللقطة ضد كقول لشكوها الله إيو إن هذا واحد بدن فهم ويدو واحد يقول تيدان بقى ثلاثة مشكلات في القراءة مثل هو لباتين حق أخرس كأه ومركة تكشعين إساد أخرين سوء برنا إساد لباتين بدن بقى كل سوء درسي كلا أربعة مشكلات في الكتابة مثل هو حق قرالك أيضاً دبعتنا في البرشاد أيها وشيء ذي حتى مركب خط كده يل علميا الله برنا يو قرار كنوع علم دان أو استقرا أيها وشيء سلي خمسة مشكلات في القواعد بدون واحد مشكلات حاجة نحوها أي اللغة أيضاً أيلاد هاي سبعة ستة مشكلات في الأصوات بدون واحد واقدة أو كل واقدي أيضاً كقارقص ده يعني يقول كلمة آخرة هي يا لقيا حروف تقارن قواعد كذا ده كقاركي ويسوي سعر كروان سرع عينك أيو هذا أيو ضاد كأيوه أنا كوقت كأدم أما كلمة اللفتي ذكر واقيده سبعة مشكلات في فهم المفردات مثل واقع دباتوين كي ماذا حقا مفردات كأرجع معنهيسا وأيضنا أباهن فهم يبرسو ثمانية مشكلات أخرى حتى دباتوين كراد يكون أنت على شيء من نبأنا حين فالكو أنا كشيء كيستوي أديك يا صاحب هذا تهيأ واديارين فكر واحد بالكفكر تاع في الإجابة تناك تجوابته عن الأسئلة التالية سؤالها صوص على واحد بأي لغة نزل القرآن الكريم لغة وكسود دقاف عربي عفوا بأي لغة نزل القرآن الكريم لغة وكسود دقاف القرآن كشرفت بضني اثنين من اللغات التي تكتب بالحرف العربي محيه لغتها لغة قرآن عربي حرف حروف عربية واحد ترى لغوين أنا في عربي هين لكن لغة قرآن لاتيني أنا لغة قرآن لغة قرآن عربي أردوغا كميدا وحال لغة قرآن أف عربي مكلا أخي حروف عربي أنا جيدا حروف عربي على القرية أردن ويان قارب عين كاسة قارن لاتيني يكو قرآن سيم خينك أوكله أفكي هو صومالي لكن حروف هو اللاتين واحد بشرة لقضاء بدنه يكو قاطع حروف عربي أفكو دينة ويهي لأن قارب بشرة إما هاتك قرن يسابل أردو هو كمد ثلاثة أذكر واحد سيكتا بعض الألفاظ العربية في لغتها أريد العربية اللغة هذا كتيرة مثلا الصومالي أو كره أريد بعض العربية هذا كتيرة هذه البارين أذبوا بدينهم والله كشك أربعة أذكر بعض الألفاظ العربية واحد سيكتها أريد العربية قار كمدة في لغات أخرى وكتيرة اللغة كره أو اللغة هذا هين إنجليش أو كره كسوق أريد العربية ده لقى سهلية حق أرهان كم علم غير علم قال لقى الله يو بل أريد اللغة هذا كله كتيرة صواحل أو كره أذبوا بدينهم تكريه وكلو كبدن يهي لغضان احمارة دو كبدن يهي لغوين كاريه بلو حد كسو قاطا اللوح كشيكتا اريا عربية دو استعمالان لغضا دمها كو كاريه العربية الفصيحة اما كانو حان قاطان اينا عربي وفر بدن يهي لغضا عربية دو فصيحة تقران كو سو دقية يو اثارو هراك ايلاد هاي ايان سو قاطان اينا محايد سمايس لغضا سي ايلاد كتكتي نشاط وحا كو كورتي او اي كو بربارتي كو كارين قاطي اللغة العربية اللغة العربية وكعرتي في جزيرة العرب ناس لا يقانا جزيرة العرب قبل الإسلام إسلام ككهر أي كعرتي انت عندي انت إسلام كدقين سوى دقين قرنيال بضن كهر أي أفعاري لقيها لجري
وكان العرب عرب توحي أهان ترى إنسان إسلام كويمانين قبائل غير أهان متفرقة كلا دول أو كلا ضاتم أو هرب هالكيس الدقيقة هاي أو كبه سن جزيرة العرب وكانت وحى أصقنا أو أيل هاين لبعض القبائل غيرها قار كمدة غيرها عرب لهجات لقهوصات لهجات هذا مقشوار لقهوصات يلا لقى جود أي شرتو حدنا أي قبلات كلا دولين مركها غيرها قار با لهجات لقهوصات أيل هاين خاصة بها غيرها أقارة أو أريج قار يجو يقانان aya jirtay oo imka af Soomaaliga marka lagu hadlayo gobolada waxa jira erey aan la wadaagin oo badan oo qolaba gaar ugu hadasho ayaa jirta idoo la isfahmay hadaan wakaanad waxa ay waxa ahaan jirtay al ikhtilafaatu kala duwanaantu qaliilatan way yareed aad looma si kala fogeyn erey kooban baa lagu kala duwanaa bayna tilka lahajad luqaha saadida qabayl waliba uu leeyahay waxyaabo kooban bay kala duwanaayeen ee luqada inteeda badan iskaga mid bay ahaayeen وكانت للعربي عربت وحا قالوا لهين لغه مشتركه لغه لوداغو او لودا يقان اي لهاين او هي اللغه العربيه الفصيحه بها لغه العربيه الفصيحه اه القران كو قران يحيى عرب ودموي وداهد وي تقاني هذا غير ولا لغه او غاره او كيره دوون او واخ بدن كو كلا دوونين اي هوس اهان غير ولا اولها قال الله تعالى اله ويري سبحانه وتعالى ان انجا انزلناه قران كان سو دجني قران عربيا سو قران عربيات لعلكم تعقلون سياد اوغرتان ومارت اوفهمتان حق اعطى القران الكريم هذا هو وحسي قران كشرفت بدني بعض الالفاظ اريد قار كميدا اريد العربيه اعرفت اف عربيغا القديمه هوري عربت بلغي هوري كو هادلي جيرين وحسي معاني وجيدون يا معنو جديده عصب اي قران كسي وانا عرفت كل هوري واقون ayadiyo sidii ah ayaa quraanku macna kale oo ku soo kordhiyay ana faaribe ku jir jirin xaga macna isaba arayadii uu isticmaalaya imka salaad oo kale ka soo qaad af arabiga salaad uu ku jirtay saay tuumay ugu jirtay loogu ma aqoon salaada tan ay nutkana loo aqoon alla bari un baa loo yaqaan duca duca un baa hay laakiin muxuu sharci ugu yaqaan duca uma yaqaan wuxuu yaqaan tan ay nutkana أقواش إياه في عاشقة أي الله يقال معنى كلا لو بحي زكادنا هو الله من زكادنا هو كجرتي لو ما أقول حوال الله بحيو وحال الله يقال معنى يو كدوان دبادنا زكادنا حوال الله بحينا أي قرآن كو بحي دبادنا واحد جرت واحد يوبضا وفي عربي سيسة وكجري ومعنى هلو استعمال جري ما هي معنى كلا قرآن كو سمي وقال هذا حقيقة شرعية ما ليلة وحقيقة إيا معنى دبا أو شرعة أي ليلة هي إيا حقيقة اللقوية mid luqada asliga ay leedahay kelmadda wax loogu talay galay iyo xaqiiqda urfiye ba jirta xaqiiqda dhaqanka ka soo dhaxbaxday oo dadka qaar kood u yaqaanan erayga isagoo asalka luqada carabeed macna ku leh ayaa hadana gobolada iyo deegaamadu ay u kala yaqaanan dhaqan ahaan macna kale saddexda xaq qabo way jiraan sharciguna tiis waa gaar luqada asalkeedina waa gaar dhaqankuna waa gaar waa saddex kala duwan hadaba wuxuu wajaa wuxuu leeyimid quraanku bi asaliba habab iya wadooyin iyo qaabab jadidatan usub oo macnaha xagiisa ah oo lam tacriifaha aanay aqoonba al-arabiyatu luqada carabeed aanay aqoon oo loo aqoonna min qabl barigii hore ayuu quraanku soo kordhiyay erayo cusub ma keenin wuxuu soo keenay macnaheyo cusub wakaan quraanu quraanku wuxuu ahaa sababan sabab buu ahaa fi nashati al-ulum min luqati al-arabiyati inay korto oo curato oo barbaarto luqada carabeed cilmigii loogama horeen quraanka ma aha luqada cilmi in loo sameeyo luqada carabeed waxa uu sabab ahaa quraanka kariimka si quraanka loogu fahmo kan naxwi baa kamida naxwada af carabigu islaamka ka hor muulahayn wasarfi baa kamida quraanku luqada carabeed sarfi ma ilaahayn quraanka ka hor wal balaaqati cilmiga balaaqada kamida quraanka ka hor muulahayn af carabigu balaaqo wal culuum islaamiya mid walba ninkii muallifka cidii balaado waa la garanayaa wal culuum islaami wal culuum islaamiya aqoonta xagga islaamka ana af carabiga lagu ma aqoon barigii hore maxaa kamid ka cilmi tafsiir cilmiga tan ee tafsiirka quraanka fasiraya lagu ma aqoon wal xadiis xadiis lagu ma aqoon af carabigu ma lahayn wal fiqhi fiqhi mu lahayn iyo shariico iyo wagaariha waxyaabaha ka duwan ee aad aragtay caalamkan islaamka iyo diintan islaamka iyo luqada carabeed waxaan maanta ay leedahay luqo waxaasoo dhameystiran islaamka ka hor ma jirin markii islaamku yimid
ee xadaarada islaamku bilaabantay ayaa cilmiga luqada carabiga la tadawuriyay cilmiga culuumul islaamiyya la ilaahdana la bilaabay oo la curiyay asarat waxay raad ku reebtay eegada asarat waxay raad ku reebtay luqada carabiga luqada carabeed fi luqati shucubil islaamiyati luqadaha ay ku hadlaan ummadaha islaamka ah ee aan carabta ahayn kal farasiyati baa kamida luqada eeraanta kamida wal urdiyati luqada urduuga ee bariga fog lagaga hadlo sida Pakistan iyo Hindiya Bangladesh iyo inta la halmaasha ayaa kamida was sawaaxiliyatu baa kamida luqada sawaaxiliga ee bariga Afrika iyo lagaga hadlo ayaa iyadu kamida Afrikada lagaga hadlo saameyn bay ku reebtay luqada carabta ilaa dadkii baa islaamahay oo islaam badan baa dadkii ku jira dadna luqada carabeed raad bay ku yeelatay oo waa nagaa ka akhriyayna afkeen in ay ku jirto faaqradooda waxay amaahaysay luqada carabeed ba amaah u bixisay kasiiran in fara badan oo min alfaadi ereyadeeda ah ayay amaah u siisay kuwa afafka kale oo ay maartay adeegsadaan oo afkoodu un kamid ah oo imka hadeen waxyaab badan soo qaadano waxaanu arkaynaa in af carabiga mooyo macna kale ba aynaan u garanayn waa nagu amaah ergiso kuwaas yaani wakasiirun in fara kutuba waa la qoray kasiirun in fara badan oo min tilka luqati luqadaha laftooda kamida bil xarfi carabi baa lagu qoray oo fursadata xaraf carabi lagu qoray waa maxay xuruuf kale oo maaysanaysan laatiin iyo mid kale toona laakiin waxa ku qorteen muxuu ahaa xuruuf waxa xuruuf carabeed alif ba ala sideed ilaa tan xaraf carabeed wax ku qortaan iyagoo afkoodu ku hadlaya oo sida carabiga aanu akhrismayn ayaa xuruuftii tahay maxay xuruuf carabeed waqtaradat way amaahatay waxay amaahday luqad luqoyin ukhra kale oo aan kuwan umada islaamka ku hadashaba aan ahayn ayaa baad alfaad qaatay oo ergiso u qaatay ereyada qaar kamida al carabiyati ya carabiga mithlul injiliziyati ba kamida luqada ingiriisiga ma aha luqay leeyihiin dad muslimiin ah isla markaa hadana waxay qaateen iyaguna ereyada carabeed qaar kamida wal farasiyati ba kamida luqada farasiisku ma aha luqada dadka muslimiinta ay leeyihiin waa luqo ay leeyihiin labadaba kristaanka ayaa leh dabadeed haddana luqo carabeed ayay qaatana cilmiga kaga xidhmay oo ay ka qaadanayeen iyo wal isbaaniyati luqada laga hadlo isbain dalka la yiraahdo iyadana oo luqada caalamiga noqoto mar yacni xadaarad badan iyaduna yeelatay waxa ay haysatay ama ahatay oo ku dhex jiro laga soo ururin karaa maanta erayo badan oo carabeed intaasoo luqada ah isticaab haddaba macnihii la fahmay imika weeye oo wixii aynu bal ka fahmnay ayaan soo qaadaynaa tadriib waxa weeye tadriib waaxid leyliska koobaad sax calaamada sawaab calaamada saxda ku qor calaamada qalad ama ta qaladka ku qor su-aalahan lagu weydiin doono fama sax xil khata haddaad khalad ku qorto si adigu khaladka sax asawaab wixii saxana halkaa ku wada qor dhinaca uu ku baneeyey waaxid nashaat way ku barbaartay waana ku kacaantay si dadka u koro luqatu carabiyatu luqada carbeed fi jasiirati carab ay ku kortay asalkeedu halka ka curatay ee ku dhalatay waa jasiiratu carab taa waa la saxaya iminka way baahdo adduunya meelo badan bay gashay halkaysa ka unkantay oo ku dhalatay oo ku kortay jasiiratu carab itniin nazala alqur'aanu qur'aanka wuxuu kusoo degay sharafta badani biluqati alcarabiyati alfasiixa luqada carbeed ee fasiixada ahaa luqo hoosaadyada lahajaadka laylaa reeraha qaar lahaayeen kumay soo degine luqadii weyneyd ee fasiixa la odhan jiray ee carabtu wadaagi jirtay ayuu kusoo degay iyaduna waa sax talaata aluqatu alcarabiyatu alfasiixatu luqada carabiga ee fasiixada la yidhaahdo waa luqatu alqur'aane waa luqatu alqiraati walkitaabati waa luqada waxna lagu akhriyo waxna lagu qoro waa caynka imika dadka kitaab aragto arki maysid lahjada masaalida in lagu soo qoro arki maysid hadduu carabi yahay ta suudaantan lagu soo qori maayo ta maarata shaamiyiintan lagu soo qori maayo luqada fasiixada unbaa waxna lagu akhriyaa waxna lagu qoraa laakiin luqooyinkan kale suuqa lagaga hadlaa un ee waxba laguma qoro waxna laguma akhriyo waayada xuruufba ma leh xuruufba looma samayn xuruufta waxa la qoraa waa un luqada carabiga fasiixa ahun af carabigu xuruuf kale ma leh suuqa si kastaba loo haddii loogu hadlo marka af carabi in la qoro la doonayo waxaa lagu qoraya un luqatu lfasiixa iyada leh xuruuftii leh kaan alqur'aanu qur'aanku wuxuu ahaa sababa sabab buu ahaa fii nashati lculuumi lcarabi luqati lcarabiyeed culuumtan iyo aqoonta luqada carabiga ka shaqaysa waxa u sabab ahaa qur'aanka oo qur'aanka dartii baa loo sameeyey si qur'aanka iyo shareecadii loogu fahmo hadday naxwo tahay hadday sarfa tahay hadday balaaqo tahay annaxwu wasarfu naxwu iyo sarfigu waxay ka mid yihiin min alculuumi lislaamiyati culuumta islaamkii ka mid yihiin min alculuumi lislaamiyati maahe
ومن العلوم اللغة العربية تبي كمديهن علوم الإسلام واحد دل على واحد الله يقانا تفسير كي حديث كي يفقه إيوه عقيدة يوحي لها المعلويان يذو آخر العلوم اللغة علوم اللغة العربية ويجوي تدريب وايها اثنين وحوي ليلة كلابات أجيب كتشوا باختصار سكه وبن عم ما يلي وحن صوص عضم واحد من اللغة المشتركة بين العرب ما هي هيد لغة أول حيس عرب طورنا من وذاك شرين وحيها اللغة العربية الفصيحة طبيعي هيد تاي وذاكين اثنين ما معنى إن أنزلناه قرآن عربيا وما هي معناها آية داسي قرآن عربي سوى أمن سودي شني وحوي القرآن كسوى أف عربي كو قرن ما أف عربي كو آخر اسمه أو كو قرمية ولغو معناه يو أيو دو سيدي ولغو دي فصيحة بك سودي عربت الله هيد ثلاثة ماذا أضاف القرآن قرآن كم فوق صوتري الكريم القرآن كشرفت بدني إلى اللغة العربية محوق صوتري محوق صوتري معانية معاني عرفت أنا هرو وقون ومعنية وصبابه كاني وحو كاني حباب كدوان العربية اللي هو أقون وحو صبابنا قدل إن أف عربية الله سمعي علوم العربية وحو صبابنا قدل إن علوم الإسلام قرن لألفه لقره وحبدا مسوكري ماذا أغرضت اللغة العربية اللقات الشعوب الإسلامية محي أماهي سي ماذا أغرضت محي أماهي سي اللغة العربية اللقات العربية اللقات الشعوب لقضاها يكون الله أمدها الإسلامية الإسلامية أهي وبعض الألفاظ أماهي سي أريد عربية غار كميدة ولغو دري لقضاها كلي ماذا اقترضت محي كأماهتي اقترضت محي كأماهتي اللقات الأوروبية لقضاها يكون غير يوروب غير يوروب وهذه فرنسيسية إنجليزية يكون أنك هاليني من اللغة العربية محي كقاطتي كأماهتي بعض الألفاظ يقولنا كقاطين مفردات اري واري كري كري تدريب واحد ليس ككوبات سل بين الكلمة والتعريف المناسب واحد حرير ساعة كلمة هي معناها غير هي كلمة اسمها بون فهذا حريري الشعر يا إنه قرية جبي محل إلى هذا هل كانوا كقرية برضو فيرسو وحوي كأضم بيوا محاكو قرن الكلام الجميل هذا الروح بدن أيا الله إلى هذا أطيعه أيا الله هذا شعر quruxdiisa waxa kamida in de lagu geeraayo lagu gabeeyo oo lagu buraanburayo oo iswada qabanayo oo kamidba kalmad sida ismaha lagu xiray quruxdu markaa leeyahay aluqatu alarabiyatu alfasiha luqada carabta ee fasiixada ahi marka eegada macneeda xaggan way ka baareyna waxa weey yaarifuha waxa yaqaan luqada jamiicu ahli albilad dalalka oo dhan baa wada yaqaan talawada yaqaan bal aluqatu alarabiyatu alfasiha alfiqh imagana fiqhigan ka hadlayna فقه وامحي حاجة أنت ما أك وعلم علمي تعرف به العبادات عبادون كلو جبرته إلى الفقه اللهجة وامحي اللهجة واللغة هوصل يتكلمها اللغة وحقها الله بعض أهل البلاد تركا يوم الضمادي ما قالوا إنك قار خد بقها الله أقارتها وقال اللغة هوصل لهجة لهجة لينا علوم اللغة ما يمكن شيء ذا علم اللغة ما لا يمكن اللغة علم قايلها ذا وعلى هذا النحو والصرف والبلاغة نحو دي يصرف جيب لغته واعل علوم يأقون لحريدة وحنك ترتل لغة عربية ركع علوم اللغة الأورنية تدريب اثنين لا يرسك اللبات اكتب قر أسماء أربعة علوم واحد قرطها محوها أفر مقع وإليه هي علومته تحت كل عنوان عنوان كستبا أفر كهوصر علوم اللغة العربية تلقصها كما قرنا أفر كهوصر النحو الصرف البلاغة العروض أوكري يقول كرتاه وأفر العلوم الإسلامية وحقول كرتاه التفسير والحديث والفقه والعقيدة سأصدق أبوه أصخر يعني مدول بالله يمنك أبوه أصخر ملاحظة نحوية واجل لعقية ضيمو حق نحو ذا الله حليلة ومحا يكاها ليسا كان يو أخواتها كان يو العليهد بنتان يكاها ليسا كان وحوها كان هرت أسل كيدو فعل ماضيوي ناقص وفعل لمن سيدو فعل كاسود لمن يهي إلا خبرك أو قاطو معنيه سلم فهمه هو معنيه ساخر لما خبر كوكو حريه يدخل على الجملة جملة قلا الاسمية اسم قابو قلا كأي كان قشا فيرفع المبتدا مبتده قدا ويسمى اسمها وحان لغو مقعبا مبتدها اسم أيض لهذا كان أي لهذا وينصبوح كربا الخبر خبرك ويسمى خبرك وحان لغو مقعبا سوى خبر المبتدا مركي هراءها خبرها أيض خبر كيدي خبر كان ومكان نقضى مقعيس من أخواتي كان وحان لغو ولا سيقول ولا ذي هاي عمل كان يكول على ابنه سوى عمل بس ما يجان سارة أي الله ولا لا ليس أي الله وليس بالله ولا لا وأصبح بالله ولا لا وظل بالله ولا لا وما زال كوا صار الله ولا لا سيقول على ابنه وحوي
isku amal bay qabtaan oo mid walba mutadahu goda oo mid walba khabar ku kordhaba udrus baro oo dhigo walaahid u fiirso waahid kan carab oo carabtu waxa ahaan jirtay qabaailo waxa ahaayeen reero mutafarriqatan kala duwan oo kala daatan oo maartay ku baahsan ulka jasiiradda carab marka ma zaalat kamay tagin waa itniin ma zaalat ikhtilafatu kamay tagin kala duwanaantu kamay salguurin kala duwanaanta u dhaxaysay baynaha qabaailka dhaxdooda qaliilatan inay yartahay maaha waxa weyn kumay kala duwanayn luqada xaqeeda wax yar bay kala duwanaayeen imaga kaana al-arabu al-arabu ismigi qabaailana waa khabarki mutafarriqatan waa nacfi al-ikhtilafatu waa ismigi qaliilatan waa khabarki saarad waxay noqotay al-luqatu al-fasiixatu luqada luqada fasiixa carabigihi luqata mustalakatan luqad la wada leeyahay oo carab oo dhami ay wada leedahay marka اللغة الفصيحة اللغة هو خبر وهو اسمه لغة تمتازنا وحويان وخبرك أربعة كان القرآن وقرآن قوه أها صوابا نسقى أصوابها وعري دليي في نشأة العلوم اللغة إن أي عرطه أو أي بلابنته أو لألفه لغة عربية علمية خصابة سأل نحو وصرفه إيو والبلاغ أوكله خمسة ظل كثير وحي أهاين إن بدن أو كمدة من اللغات اللغات الإسلامية لغضة يعني لغضها يقال أنه مضاها إسلام كاي مكتوم وحلو قراء بالخط العربي قراء كي خط كعربية وحروف عربية قاتين سبعة ما زال العربي كمو تجين نك عربية ناطقا إنه كوها الله باللغة العربية الفصيحة لغضة عربية فصيحة إنه كوها لموت وشنين ووضا سبعة ليست معها نتيجة المقابلة ما أهاين ليست ما هي نتيجة المقابلة اسأرجي يكورن كي وحي كذا شيء جيدة مدفع عن ما هي وعنو الله وقف وقل ماي ومثلا يسوي مد أما شر يسوي مادان أما مارت كورن كلا يسوي ماتن كي نتيجة وحي كذا شيء وحولا يسمى هي وحنو قبر يا أم ضمان يعني قاب كي وعمل فريان كان يا أخوات كيد تماني أصبحت كتب العربي وحي نقطة كروب كتبت عربت أي قرطة منتشرة مد كوب بهري أو كوب في دول قاعدي في أوروبا دارك يوروب كتبتي يعني عربت قرآن وي قاعدي تدريب إما كان أول الله يلس ضع واحد دكتا خاطن حريق مري تحت كل اسم كان اسم كان وقواته ولا له دون حريق هوس مري وحن صوص عضا وخطيني ربع حريق ما واحد مري ثا تحت خبرها خبر كده هوس لك وضبطهما الله بضو وكوب بالشكل حركة مرة حريق مري سو كجودن نجود ككرو ونكرو كما في المثال السلام كقرن الجملة إمك الجملة دي هلكن كقرن اسمه كان وخواته بالك على الدنيا هلكن خبره أساسا كده الكوكو قرنه صدق رأى أكل قيبي جملة دي وقرن تهاي اسم يد هلكن كصاق حركنا صار خبرنا هلكن كلا كقر حركنا صار تكوبات بالك تصو كما في المثال ده واتكوبات محو كقري كان حضارة العربي وحياهيد هل حريق بومري اسمه عديمة وين وينيد خبر كنا لبوا حريق بهاس دقي سدام دول بكر دقاضو ولد حركة الراعي بكوري اثنين كانت واحد هاي فرص التعليم ثانيس كا واحد برشو وهو أها في الماضي بريجي هرا قليلة المذكر واحد برشة ده بريجي هرا سيف يعلو به اللي يشرين إسقولة دايرة ثام عادي إسكدة مدرسة دايرين قف واحد برشة شعلي إنه فيلا واحد هاي ثانيس أدق به هاي مساجد دايرة واحد هالقول يتورم بكوبنا marka furso hal xariiq mari waa ismigiye waliba god atali qaliilatan qaliilatan taasina waa khabarkii laba xariiq hoosta ka mari kordhona saar talaata ma zaala mu joojinin talib ulumi ninka cilmiga doonaya ee baranaya ardayga ahay muhibban inuu jecel yahay ee cilmiga inuu jecel yahay ma joojinin oo cilmiga laga ma dhargo talibu waa ismigiye hal xariiq mari waliba god muhibbanna waa khabarkii laba xariiq hoos mari waliba god أربعة صار وح النقضي المعلم ومعلمك مخلص المدة عدك في عملي شقديسة المعلم واسمه إيه حريق هاسمري كل هذا صار مخلص النوا خبر كيه ربع حريق هاسمري كردونا صار خمسة ما زال كموتين هدف طالب العلم وتشدد ودوني قفك علم دون كأرضيه العلم إن علمي هاي يعني بن آدم النبوة حبوا دونيا منك طالب العلم جيه وعلم دون وتشدد يصير علمه بكرنت marka hadaf uu ismigi zaala balad oo firso waxad marisa xariiq al ilmada u dambaysana waa khabarkii laba xariiq hoos mari hadafkuna waa godaysa
العلم لما تقول بيسا ستة ظل وحو نقضي الجبل أورك وحو وليجي بقى أورك والنفك الجيل جودهان بقى جمل كنت بقى أورك الله استعمالها وحو أها جملك هي أورك وحو أها وسيلة سفر وضع هي أديك لغو صفره أديك اللي أديك سدو أو لغو صفره إلى اليوم إلى مانتدن ولغو صفره وميضة لغو مراه وأدونك ولغو مراه مركا الجمل واسم جيد الله حريق هوسمري قدال نصار وسيلة تنا وخبر كي لبا حريق نهوستا كمري كردو نصار سبعة أصبح وحو نغضي الطفل إنا كيرا مريضا وحو نصنايا الطفل واسم أصبح هل حريق هوستا كمري مريضا نوا خبر كي دي لبا حريق هوستا كمري كردو نصار ثمانية ليس البيت قريق معها قريبا من المسجد مساكت قريق مدوى البيت واسم ليس هل حريق مري قدال نصار قريبا نوا اسم ليس وخبر ليس لبا حريق صار كردو نصار تسعة صار للجو هوذو وحي نقطي هوذو حارنا ويكلو صار الجو واسم صار هل حريق هوستك مري قدال نصار حارنا وخبر صار لبا حريق هوستك مري قدال نصار السفر ندال بالعلم إما كواحن كهالينا قف صعود ضد صعودارية ما هي أصعودارية ودك وقبح حيان إنه وحصو برتان شريف نكلا يا هذا وحي السلام عليكم نبقي لي كركي إنها نقطو هارون بس نروح عليكم السلام نبقي لي كركي إنها أهاتو شريف وحي إلى أين أنت مسافر هل كيد أصعودين إساس كسي جدا أما أصعودك طاي هارون وحي أنا مسافر للرياض عاصمة الرياض سعودي قام كصعودا سألت حق وحن قليا بالجامعة الإمام جامعة الإمام جامعة الليلة وليبا جامعة كلية أوسية قيسة حق هوسي وحن قليا كلية الشريعة كلية الشريعة الإسلام كله برتان قليا أريد وحن دونيا التخصص إن أنكو التخصص أن تخصص وحن لغة هذا سيقارة إن أنو برتو الدراسات الإسلامية أنو قو أقونت إيوح برسل حق الإسلام شريف بايري ولكنك تعرف أذكو دوات تقارنا الإسلام إسلامك جيدا سيفي عن باوضو تقارنا ما هذا وقت يسكغل ومواباد قرن إسائي هارون باري درس الإسلام إسلام هو حنقصه برتي أنوغو باللغة الأردية لغة الأردو قال إلا أيها نتقصه لكتي وهذا كاسي لا يكفي كما في الماء إن لغة أجانب هو قرى لغو لكتا كما في الماء يجب وحا واجبة أدرس إنا كبر أن أدرس إنا كبرتو الإسلام إسلام كي الدين إسلامك باللغة العربية إنا في عربية كبرتا والغة مارمان ما هي إلي لأن هي لغة القرآن الكريم واللغة القرآن الكريم كيس رفت بطنين وهي ولا يفهم القرآن القرآن كله ما فهمي كرو إلا بها لغة أسماء لغة فهمي كرو القرآن كي طيب الناس يعني نسي فهمه إن الهورة اللغة العربية كبرتان دون الديني شريف بايلي أنا مسافر أنا واحد نص عضاء ونص صفرية إلى القاهرة مقالة القاهرة عاصمة مصر سوف ألتحق أنا واحد نقلي دونا بجامعة القاهرة جامعة القاهرة لا إله هو كلية الآلاب وليبا وليبا كسيئة كلية أما قيرتا آدابك لغو برتي سوغانت يوحي الله المال يحفر بضم لغو برتاية علمية بضم هارو وحيري ماذا تدرسو محاط فرد قانيسا في كلية الآداب وعطو برانيسا ومحاي شريف با وحيري أريد واحد دونيا التخصص إنه كو تخصصه في علوم اللغة العربية علوم اللغة العربية كو آدابك لغو برتاية كمتاية حقا ومحاي النحو أوكري والصرف والبلاغة هو سنقو صبرنيا هارو وحيري لماذا تريد محاط دونيسا التخصص إنه كو تخصصه في اللغة العربية في العلوم اللغة العربية علوم تقص أصلا لغة عربتها وحنا ندش على تدو برا نسوا محي شريف باوحوري سأكون وحنا قندونا مدرس المعلم ما كم يعني كم يعني كنا قندونا دجا محي للغة العربية اللغة العربية دجا هلقو خدجة في جامعة إسلام آباد إسلام آباد أو أجمع عرض باكستان عاصمة باكستان أيام دنيا إن المعلم كنا قدر لغة عربية دجا إن شاء الله هدي الله إله وانقف بهدف كمر كلية هاي أو أصعده أو حبيتنا أو قصدك تواصلة ويجب واجبة أنا أعرف أنا برتو هذه اللغة اللغة العربية المعلم كان يقول لغة دونيو جيد الناس يفعلون برتو ولا قام مارمان هارون باوحوري عفوا خالي هو هذا هو النداء الأخير وعدك يدواقي يقدم بي مارتي سوحا يقدم بي لطائرة الرياض طيارة الرياض وكعسة وطا يعني هونك القراعي دواقي يقدم بي لوحوري البابك وي دبيدنا وهدي كل البابك اللي حرص السلام كلا قوس قادمة شري وان قاري يا ابو رالي هاو مع السلامة ابو نبت قليو مركا شريف بايدي في امان الله امان ينبت قليو الهي
ayaa maartu ku raaciye nabad Ilaahay kula saaxibto yaasiin nabad ahow nabad galiyo nabad Ilaahay isticaab waan waxan la fahmo imkan waa isticaab tadrib waahid ta calaamada sawab calaamada saxda saar oo calaamada khata saar thumma sahih al khata khata hadaba hagaaji adu waahid waxa way haarun baa wuxuu leey yuqadiru afwan waahid haarun yuqadiru al riyad haarun wuxuu tagaya riyad waa sax haarun riyad buu tagaya waya sharif yusafir al qahira sharif wuxuu tagaya qahira laakiin wuxuu tagaya lil amal shaqo waa qald li taaliin buu tagaya haarun darasa al islaama bilugati haarun wuxuu ku soo bartay markii hore islaamka luqadiisi iyadoo waa sax urduuga ay horta ku soo bartay haarun arbaa haarun sayl taxaq wuxuu gali doonaa bikuliyati al bikuliyati daraasati al islaamiyya kuliyada lagu barto aqoonta islaamka waa sax taas isaguna galiya sharif sayl taxaq bikuliyati al aadab sharif wuxuu gali doonaa kuliyatu al aadab oo cilmiga culuumi carabiyaha xayaabadan lagu barto oo ku taala qaahira iyaduna waa sax tadriib 2 layska labaad ajib ikhtisaar uga jawaab si kooban ama yari waxaan soo socda 1 limada yusafiru haarun ila riyad muxuu u tagay haarun inuu riyad tago muxuu u tagay si uu ugu soo barto adraasatu islaamiyya buu u tagay 2 maada ma al mawad adraasiyatu wa maxay maadooyinka wax barasho allati yuridu u doonayo haarun atakhassasa fiha inuu ku gaar noqdo oo gaar soo barto waa adraasatu islaamiyya tibay ahayd 3 limada yusafiru sharif ila qaahira muxuu sharif qaahira u tagaya wuxuu u tagayaa inuu soo barto isaguna kuliyatul aadab inuu soo barto doonayo luqada inuu soo barto culuumta carabiga 4 ayna taqaabala haarun wa sharif halkay ku kulmeen haarun iyo sharif fil madar bay isugu yimaadeen kulka labadoodu isku wareysanayeen madarki airportki ay wada joogeen kayfa carabta dalik maxaa ku qaratay sida waa kilaha diyaaradda waa wataa diyaaradda codkeedu u dambeeyay dhawaaqii u la seeriga la afuufay in kala kaxay buu mufradaad erayada muxuu ahaa shiri shiri ah tadriib waahid layliska koobaad mataan naquu goormaynu nidhaahnaa alcibaaraati taaliya hadallan soo socdo goormaynu nidhaahnaa 1 fii amaanillah nabadgelyo ilaahay cafwan khaali ahow maca salaama nabadgelyo shukran lak waan ku mahadnaqayaa insha allah haddii alla yidhaahdo alxamdulilah ilaah baa mahad leh erayadaa goorma la yidhaahdaa erayadaasi marka la leeyahay fii amaanillah iyo maca salaama marka la kala tegayo shukran marka lagu leeyahay marka qofku wax kuu taro maaragtay alxamdulilah waa marka ilaahay subxaana wa tacaala adaa uu nicmo ku siiyo iyo marar badan baa la isticmaalaa erayadan tadriib taani layliska labaad maadaa yadrusu tullaabu maxay ku bartaan ardaydu fii kuliyati shariica markay dhiganayaan kuliyada shariicada waxay bartaan waa maxay wa fii kuliyati aladaab kuliyati aladaab oo culumta carabiga wax badan lagu barto maxay ku bartaan marka kuliyada shariicada sida tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqhiga iyo maarata waxa la midka ay ku baranayaan tanna sida naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada waxa la midka ayay ku bartaan tan kale wallahu aclam bisawaab wa billahi tawfiq